بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق الإنسان في كبد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد غير الله ما عبد، وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى الأبد وبعد. We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الثالث والسبعون من سلسلة السير للخير بعنوان لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. This is the 73rd lesson of the series Marching for the Good, titled A Heed to Advising, A Heed to Advising the Seed. الفصل الرابع, section 4. قال المؤلف رحمه الله عبد الرحمن بن الجوزي: فانتبه يا بني لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة، واستق غصنك ما دامت فيه رطوبة، واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة، ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل. فإذا هو ينصح ولده ينصحه بأن ينتبه لنفسه، وإن كان فرط في الماضي فليندم على ذلك وليمضي إلى الأمام، فيجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة. يقول له عندك وقت، فإذا لا تضيع الوقت، اجتهد في لحاق الكاملين. يقول له واستقي غصنك ما دامت فيه رطوبة. هذا كله يؤتى مثلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه، يعني قال عنه صحيح. والبيهقي كذلك رواه عن ابن عباس أنه قال: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه. يعني في حياة الإنسان هناك فرص يغتنمها الإنسان لمصلحته، لكن فيما بعد هذه الفرص تفوت، هذه الفرص غير موجودة، غير متأتاة. فولو أراد الإنسان بصدق أن يغتنمها لا يستطيع. مثلا حياتك قبل موتك، إن مات الإنسان ذهبت حياته فكيف يغتنم؟ وصحتك قبل سقمك، الإنسان في صحته يجاهد في سبيل الله، يقوم الليل ساعات، يقرأ القرآن ساعات، وهكذا. لما يمرض يصعب عليه أن يفعل هذه الأمور. وفراغك قبل شغلك، عندك وقت تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة في هذا الوقت الفارغ. لما تشتغل تنشغل إما مثلا بطلب المعيشة أو بالدراسة أو الامتحانات أو بالأولاد أو غير ذلك، قبل أن تأتي هذه الأمور
يكون عندك وقت لتفعل الأشياء الكثيرة الصالحة. لما تشتغل ببعض الأمور يقل هذا الوقت، فعند ذلك تستطيع أن تفعل أقل مما تريد. وشبابك قبل هرمك، واضح الإنسان الذي في سن الشباب ما شاء الله عنده الطاقة، أي أن يسافر، أن يمشي، أن يركض، أن يطلب العلم، أن يعلم. لما يصير في سن الهرم ولو أراد أن يفعل هذه الأمور، جسمه لا يناسب هذه النشاطات، فلا يستطيع أن يفعل. وغناك قبل فقرك، يعني أنت معك المال الآن، تصدق، ادفع الزكاة، ساعد إلى آخره. لما تكون فقيرا بعض هذه الأمور كذلك لا تستطيع أن تفعلها. فإذا اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. والإمام الشافعي قال، لأن ابن الجوزي قال: واستقي غصنك ما دامت فيه رطوبة. يقول الإمام الشافعي: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقب كل خافقة سكون. ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. فإذا إذا كان عندك القوة وكانت الفرص المناسبة مواتية، اغتنم هذه الرياح. بعد الريح تسكن الأمور. ولا تغفل عن الإحسان فيها، في هذه الأمور، فلا تدري السكون متى يكون. فإذا سكنت الريح لا تستطيع مثلا أن تبحر هذه السفينة التي هي شراعية، تستعمل الشراع، تعتمد على هبوب الريح. فليغتنم الإنسان هذه الرياح أو هذه الريح فيبحر، فإذا سكنت الريح الإبحار يكون صعبا. The author may Allah have mercy on him, the great scholar عبد الرحمن ابن الجوزي said in section 4, advising his son, pay attention my son to yourself, regret what you fell short of in the past, be diligent in emulating the perfect ones as long as there is time. Irrigate your branch as long as it is moist. Remember your moments that were wasted. They are preacher enough. The joy of laziness went in them, and the ranks of merit were missed. So, Sheikh Abdul Rahman advises his son that you have to pay attention to yourself. If you have fallen short in the past, regret that you have, you know, done that, but now move forward. Be diligent in following the example of the perfect people. As long as you have time, take advantage of it. Irrigate your branch as long as it's moist, means as long as you have the energy and the time and the youth, etc., then take care of it. Then take advantage of it to do the good deeds. Remember your moments that were wasted. So you have wasted certain moments. Learn from that. They are preacher enough for you. And the joy of laziness went in those moments that you wasted, but the ranks of merit were also missed. So you have missed things. And this, use your youth to do good deeds. The Prophet عليه الصلاة والسلام had ordered in a hadith to take advantage of 5 matters before other opposite matters happen. And he said, your life before your death, your health before your sickness, your leisure time before your occupation, your youth before your old age, and your wealth before your poverty. So take advantage of those 5 before the opposite 5. Take, and we know that when a person is young, the person can do a lot of things. When the person gets old,
although the person may want really to do these things, the body does not cooperate with his will, with his wish. The person is older now, there are limits in what a person can do at an at this advanced age. So take advantage of your youth before your old age kicks in, is in. And Al-Imam Al-Shafi'i said similar things, that he said, when your wind, you know, blows, take advantage of it. Because after the wind dies down, you cannot sail. If you have your sail boat, for example, you cannot sail. And so take advantage of it before it dies down. وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ السَّلَفُ الصَّالِحُ الذين عاشوا في القرون في المئة الثلاثة الأولى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها. يعني كان السلف إذا فاتت مثلا أحدهم الجماعة صلاة الجماعة في المسجد يعزيه أصدقاؤه كأنه فقد عزيزا، كأنه مات له عزيز، فيعزونه أنه فاتته الجمعة. كم الجماعة، فكم من الناس يذهبون إلى الجماعة إلى المسجد، سبحان الله، ولا يعني طرفهم لا يتحرك، قلبهم لا يشعر بالحزن على فوات صلاة الجماعة التي هي 27 ضعفة. مرة كان الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، شيخنا رحمه الله، يدرس ويجيب على الأسئلة، فسأل كم بقي للظهر، فأخبر أن الظهر دخل، فرؤي الحزن على وجهه لعدم صلاته الضحى. قال سبحان الله، يعني هو الشيخ ما أراد أن يفقد ثواب، لا يريد فقدان الثواب من التدريس والإجابة على الأسئلة ولا من صلاة الضحى، أراد أن يجمع بين هذه كلها، لكن ما شاء الله كان. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله، إبراهيم بن أدهم هذا من كبار الأولياء، كان يسمى سيد الزهاد، ولد في حدود 100 هجرية، وذكر الإمام القشيري في رسالته أنه كان، هذا إبراهيم بن أدهم، كان من أبناء الملوك. مرة أثار ثعلبا أو أرنبا، يعني كالملوك تعرفون يخرجون للصيد، فهتف به هاتف، يعني سمع صوتا ولم يرى قائله، قال يا إبراهيم، هذا لهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ أخلقت للصيد، يعني هل أمرت أن تصطاد؟ هذا لهذا الأمر أنت خلقت؟ فنزل عن دابته وصادف راعيا لأبيه، راع يشتغل عند أبيه، فأخذ جبة الراعي وأعطاه فرسه وما معه، يعني سيدنا إبراهيم بن أدهم أعطى هذا الراعي فرسه وما عليها، وأخذ جبة الراعي مقابله، ثم إنه دخل البادية، يعني ابتعد عن الناس، وصحب الإمام الثوري والإمام الفضيل بن عياض في مكة المكرمة، ثم دخل بلاد الشام وتوفي فيها في هذه البلاد سنة 62 هجري. ويروى أنه كان مرة في سفينة وضاع لأحدهم جوهرة، فاتهم إبراهيم بسرقتها، فنظر إلى البحر وأشار، فخرجت أسماك في فم كل منها لؤلؤ، فسأله، يعني الذي فسأل هذا متهمه،
أي هذه تريد؟ يعني أنا لست بحاجة إلى جوهرتك حتى أسرقها. وفي صفة الصفوة، وهو كتاب لسيدنا ابن الجوزي، قال: ركب إبراهيم بن أدهم البحر فأخذتهم ريح عاصف فأشرفوا على الهلكة، فلف إبراهيم رأسه في عباءة ونام. الريح تعصف وهو هادئ. فقالوا له: ما ترى ما نحن فيه من الشدة؟ فقال: ليس ذا شدة. قالوا: ما الشدة؟ قال: الحاجة إلى الناس. ثم قال: اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فصار البحر كأنه قدح زيت، فكان البحر يعني صار هادئا ساكنا بعد الدعاء رضي الله عنه. فهذا إبراهيم بن أدهم بن منصور قال: دخلنا على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي، فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: مغبرتا في سبيل الله. يعني هو يبكي أن قدميه ما أصابها الغبار في الجهاد في سبيل الله، يبكي لأنه ما أصابه شرف أن تتغبر قدماه بغبار سفر الجهاد. سبحان الله. وبكى آخر فقال: ما يبكيك؟ فقال: على يوم مضى ما صمته، وعلى ليلة ذهبت ما قمتها. سبحان الله. هكذا أهل الكمال يحزنون على ما فاتهم من الخير ولو لم يكن حراما. So the righteous forerunners, Salaf, and we know the Salaf are the Muslims who lived within the first 300 Hijri years from the Prophet sallallahu alaihi wasallam time. They are known to be at large good followers of the Prophet in creed and in practice. So the righteous forerunners, may Allah have mercy on them, loved, have to collect every merit. They cried for having missed even one of these merits, one of them. So it's known that some of these righteous people used to give condolences to the one, means to their, the person they know, to the one who missed one congregational prayer. Imagine, this person is not obligated to pray Jama'ah personally, but he misses one congregational prayer, one Jama'ah prayer, and he gets condolences from his own friends because they know how valuable this prayer in Jama'ah, in congregation, is important to him or to them. So they give him condolences. Once our Shaykh, Shaykh Abdullah Harari, rahimahullah, was teaching and answering questions. He asked, how long before the noon prayer time comes in? He was told that it already came in. Sadness was seen on his face. He said, Subhanallah, and it means praise be to Allah. And this Subhanallah could be used for exclamation. It means, you know, oh, I missed the Duha prayer. He was sorry. His face shows that he was sorry for missing the optional Duha prayer. And a Duha prayer is the prayer that is minimum 2 and maximum 8 that is prayed about 20 minutes after sunrise. A lot of reward in it. And we'll mention it, inshallah, in later lesson. So he wanted to get the reward of teaching and answering questions and also the reward of praying Duha, but he could not get it all, so he missed a Duha reward, and that's why he was sad. Then Ibrahim, the author said, Ibrahim ibn Adham, may Allah have mercy on him, said. Ibrahim ibn Adham lived around, in the life of, was born in the year 100, around that year, and was
and died in the year 162. He was one of the great righteous people, and he used to be a child of some wealthy king. One time he was hunting a fox or a rabbit. He heard someone telling him, calling him out, "Oh, Ibrahim, were you created for this? Or were you ordered to do that?" Means about hunting, spending time on it. When he heard this, his heart was influenced. He dismounted his animal. He met with a shepherd that worked for his own father. Then he exchanged his horse and whatever is with him with the cloak of the shepherd. And then he went in to the desert, means to be away from people. He accompanied the great scholar Al-Thawri, Sufyan, and Al-Fudayl ibn Iyad in Mecca, the holy Mecca. And then he went into Asham area, where he died in the year 162 Hijri. It is narrated about him that he was once on board of a ship, and one person lost a jewel, a gem. So Ibrahim was accused of stealing it. And of course, people look around and they see the one who is the simplest person in appearance, they say most probably he's the one who stole it. So Ibrahim radiallahu anh looked at the sea and pointed at it. And then many fishes came out, and each fish had a pearl in its own mouth. So he asked this person who accused him, "Which one of these do you want?" Which means, "Look, I don't need you gem or your jewel, I can get whatever I want." And in the book called Sifat al-Safwa, which is authored by Ibn Jawzi, he said that Ibrahim ibn Adham, you know, boarded a ship, and then the wind was blowing strongly at some point in time, and they almost died. So Ibrahim, in this situation, he just wrapped his cloak over his head and went to sleep. The people who were, you know, in that situation, they told him, "Don't you see what we have? This is a lot of hardship here." He said, "This is not hardship." The hardship, they asked him, "What is hardship?" He said, "Needing people is hardship." Then he said, "Oh Allah, you showed us your power. Oh Allah, now show us your pardon, your forgiveness." And then the sea calmed down as if it is, you know, like a cup of oil, olive oil. So it was very quiet. So this man was a great righteous man, and many things can be said about him. So Ibn al-Jawzi said that Ibrahim ibn Adham radiallahu anhu said, we visited a sick worshipper while he was looking at his feet and crying. So we said, "Why are you crying?" He said, "These two feet did not get dusty in fighting for the sake of Allah." So this person was crying that he did not have the opportunity to go and fight for the sake of Allah and get the honor of dusting his feet, having the dust during the fight for the sake of Allah, you know, contact his feet. Another worshipper cried and was asked, "What makes you cry?" He said, "I cry about a day that I did not fast and about a night that I did not spend in praying." MashaAllah. قال المؤلف رحمه الله: واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات. يعني اعلم أن الأيام مؤلفة من ساعات. والساعات تبسط أنفاسا. أو والساعات تبسط أنفاسا. وكل نفس خزانة. يعني كل نفس خزانة. يعني مكان للخزن. فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء. أنت تتنفس
شهيق زفير. فإذا لما تتنفس هذا إذا جمعتها تصير الساعات هذه تبسط أنفاسا. قال فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، فترى في القيامة خزانة، يعني مكان للخزن، فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. يعني لما تأتي يوم القيامة ترى صحيفتك، صحيفة أعمالك، فارغة من العمل الصالح من الحسنات. فإذا لما تتنفس أنت حي، فاغتنم حياتك في الصالحات. وقد قال رجل لعامر بن عبد قيس، هذا كذلك من التابعين، من عباد التابعين العظام، أحد رهبان الليل، وهذا قيل عنه راهب هذه الأمة. وكان عامر بن عبد الله هذا يعرف بن عبد قيس، يقرئ الناس القرآن. قال رجل لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك. فقال: أمسك الشمس. يعني يقول له عامر بن قيس: يعني الزمان يمر، الشمس لما تشرق وثم تغرب معنى الزمان يمر. فقال له: أمسك الشمس، يعني أمسك الوقت، يعني الزمان يمر وعندي أمور أخرى أصرفها فيه، ما عندي وقت أكلمك. وقعد قوم عند معروف الكرخي رحمه الله، كذلك هذا معروف الكرخي، معروف أنه مجاب الدعوة عند قبره، وكان من أبوين نصرانيين، وكان يرفض التثليث من مؤدبه. كان أبوه، وكان هذا المؤدب المدرس يعني، يعلمه التثليث، يعني يعلمه عقيدة النصارى أن الله والابن، يعني وابنه، يقول الله والابن والروح القدس ثلاثة في واحد. فقال كان يرفض هذا التثليث ويقول بل هو واحد، يقول الله واحد ليس ثلاثة. فضربه المعلم ضربا مبرحا فهرب. فكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أي دين يشاء فنوافقه عليه. ثم إنه أسلم على يدي علي الرضا بن موسى الكاظم، أحد أحفاد سيدنا الحسين رضي الله عنه، فأسلم على يديه ورجع إلى منزله معروف، وأسلم أبواه. توفي سنة 200 للهجرة. فإذا سيدنا معروف الكرخي قال: أما تريد، يعني لما قعد قوم عنده يعني يريدون أن يكلموه، يعني يمر، يعني يستمتعوا بصحبته إلى آخره، يريدون أن يتكلموا، رحمه الله قال: أما تريدون أن تقوموا؟ فإن ملك الشمس يجرها لا يفتر. يعني هذا عم يقول لهم: أنا عندي أمور أخرى أود أن أفعلها، لا أريد فقط أن أجلس معكم، هناك أمور أخرى أود أن أفعلها والزمان يجري. فهذا طبعا ليس بحديث ثابت لكنه ورد، فالمعنى أنه لا يريد أن يضيع الوقت بالكلام. No, my son, the author said that, okay, no, my son, so he's addressing Abu al-Qasim, that the days are composed of hours, and the hours are composed of breaths. We take breath, we inhale, we exhale. Each breath is a vessel, and is like a vessel. Watch out not to let your breaths go out with nothing. Then you see an empty vessel on the day of judgment and you regret. Means on the day of judgment, where your book of deeds is given to you, you look into it, you will find it, you know, void of, empty of good deeds, of hasanat, of good credit, because you're taking these hours and these breaths and doing no good deeds. So you're wasting your life. So don't do that. A man
said to Amir ibn Qais. So Amir ibn Qais, also one of those trustworthy followers of the companions who led a very hermetic life. He taught the recitation of the Quran. And it is said that he died in the rulership of Muawiyah, who died in the year 60 Hijri. So a man said to this great Tabi'i named Amir ibn Abd Qais, he said, "Stop, I want to talk to you." He said, "Well, hold the sun." So he's telling him that, you know, "I have a lot of things to do and time is running. So if you can stop the time by holding the sun, then I will have time to talk to you, or else, you know, I'm going on." Some people sat with Ma'ruf, means for a long time. Ma'ruf is called Ma'ruf al-Karkhi, who died in the year 200 Hijri. He was a Muslim whose supplication was fulfilled. People seek cure, though, through visiting his grave. While he was a boy, his Christian parents sent him to a teacher who preached Trinity, means to him. And Ma'ruf would refuse that, and he would say, you know, Allah is one. He's not one, and son and father and spirit together. So when he refused to accept this Trinity, his teacher hit him very harshly. Ma'ruf ran away. Later, he embraced Islam upon the hands of Ali al-Rida, the son of Musa al-Kadhim. So this is a grandson of al-Husayn radiallahu anhu. So his parents were, you know, of course, sad. They wished he would return, and they declared that they would follow any religion their son followed. So upon his return as a Muslim, he talked to them, and they embraced Islam. So this Ma'ruf al-Karkhi, the righteous Ma'ruf, may Allah have mercy on him, some people sat with him for a long time. He said, don't you want to get up? Do you not want to get up? The angel of the sun keeps on dragging it. Means the sun rises and goes up and sets. So time is passing. So he meant the time is running and one should use it wisely. So I don't want to just sit with you. I want to have other things to do. So don't you want to go get up and do other things? And this, the angel of the sun keeps on dragging it, is not a confirmed hadith. But it is an account that is narrated. قال المؤلف وفي الحديث يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة الله فانظر يقول المؤلف فانظر يعني يا ولدي فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل يعني الذي يتنفس ولا يشغل وقته في الصالحات في مثل قول سبحان الله العظيم وبحمده كم يفوته من النخيل إن لم يقل هذا القول لا يغرس له نخلات في الجنة فانظر كم من النخيل يفوته بتضييع هذه الساعات وقد كان السلف يغتنمون اللحظات فإذا أنت اقتدي بالسلف واغتنم لحظات حياتك فكان كهمس كذلك هذا كهمس من العباد الثقات كبار الثقات هذا حدث عن الحسن البصري ذكره أحمد بن محمد قال هذا ثقة وزيادة كان معروفا عنه أنه بار بأمه فلما ماتت حج وأقام بمكة حتى مات توفي سنة 49 و149 هجري فإذا هذا من السلف فكان كهمس رحمه الله يختم القرآن كل يوم وليلة 3 مرات فإذا لو قلنا مثلا الجزء
يستغرق 30 دقيقة، أنا يأخذ معي نحو ساعة، لا أستطيع القراءة بسرعة. لكن لو قلنا شخص سريع قرأ الجزء في 30 دقيقة، والقرآن مؤلف من 30 جزءا، فإذا القرآن كله يستغرق 900 دقيقة أو 15 ساعة. فهو كان يختمه كل يوم وليلة، يعني في 24 ساعة كان يختمه 3 مرات. هذا من باب خرق العادة، يعني الله يبارك لمن يشاء. بعضهم يختم القرآن في هذا الوقت القصير، يعني الله يطوي لهم الزمان وألسنتهم تقرأ قراءة صحيحة، ومع ذلك يقرؤون القرآن كله في يوم وليلة مرة أو أكثر، كما فعل كهمس 3 مرات. بعض الجهلة ينكرون ذلك لأنه هو لا يستطيع، يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يكرم بعض عباده بفعل هذا مثل هذا. وكان 40 رجلا من السلف يصلون الصبح بوضوء العشاء، يعني معناه أنهم لم يكونوا ينامون حتى يبقى وضوءهم للعشاء للصبح من العشاء، أو إذا جلسوا جلسة متمكن. وكانت 4 العدوية تحيي الليل كله، يعني في الصلاة والذكر. يقال إنها كانت الطفلة الرابعة، الولد الرابع عند والديها، ولذلك سموها رابعة، تحتاج إلى تحرير هذه الأمور. لكنها كانت أيام سيدنا مالك رحمه الله، يقال أن إنها ولدت 100 للهجرة وتوفيت في 80 من عمرها. من أقوالها رحمها الله ورضي الله عنها: الخلاص بالإخلاص، الخلاص بالإخلاص، النجاة يوم القيامة تكون بإخلاص الطاعة لله تعالى. فإذا وكانت 4 العدوية تحيي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة، يعني نامت نومة خفيفة، وكانت تصلي كل الليل. فإذا إذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة، ثم قامت فزعة وقالت لنفسها: النوم في القبر طويل. سبحان الله. In the hadith, it is mentioned, and this hadith is narrated by At-Tirmidhi and Ibn Hibban and Al-Hakim. So it's a sahih hadith by Ibn Hibban, At-Tirmidhi, as he says, it is Hasan sahih. So it is mentioned, whoever says the sentence Subhanallah wa bihamdihi, that means praise and glory be to Allah, the Great One, a palm tree will be planted for him in paradise. Means he will be given a palm tree for that one statement, Subhanallah wa bihamdihi. Then Ibn al-Jawzi said, look, means, oh my son, look at the one who wastes hours, how many palm trees he misses. So the person who is inhaling and exhaling, breathing and doing no good deeds, the one of which is saying Subhanallah al-Azim wa bihamdih. So how many palm trees he misses? If he says it once, he gets a palm tree. If he says it 10, he gets 10 palm trees, and so on. So the person needs to take advantage of his breaths, his life. The Salaf used to take advantage of moments. Kahmas, who is one of the trustworthy, great trustworthy scholars, he narrated from Al-Hasan al-Busri and other scholars, and he was very obedient to his mother. After she died, he moved to Mecca, where he lived until his death in the year 149. Of course, we're just mentioning, you know, few glimpses about these people, or else it would take a long time to talk about them in details. So Kahmas, may Allah have mercy on him, used to recite the whole Quran every night and day
three times. And of course, this is breaking the or violating the normal, the ordinary situations. For example, if the whole Quran, if a one juz of Quran needs 30 minutes to finish, and for me it takes an hour, I cannot read, you know, fast. But let's say a person is reading fast, but reading correctly, of course. So it takes 30 minutes, then the whole Quran will be, because the Quran is 30 parts, 30 juz, 30 times 30 is 900 minutes, which is 15 hours. So a person, in order for the person to finish the whole Quran, if he takes 30 minutes for each juz, then he needs 15 hours. This kahmas used to finish the whole Quran, a whole khatma, three times within the 24 hours. So this is out of breaking the ordinary, means this is an extraordinary event that took place with kahmas and the ones that are like him. Many people would finish the whole Quran in one night, once or more than once, multiple times. So this is something that some ignorant people, when they hear it or read it, they say, "Okay, it cannot be done. This is, you know, like false or fake or a myth. It's not true." It is because they themselves cannot do it. They think, you know, other people would not be enabled by Allah to do it. So it is known that many righteous people from Sahaba or Tabi'in, or even in our 20th century, they used to lead people in as-salah, and they would read the whole thing, you know, in very short time, with the condition that they read properly. Every letter is pronounced correctly, the rules of tajweed are observed, etc. Allah blesses time for whomever he will. Then the author said, 40 men of Salaf used to pray Subh, the dawn prayer, with the wudu of Isha. So, in order to keep your wudu from Isha to Fajr or to dawn, it means that you did not break it, means you did not sleep, because person loses one's wudu with sleep. So it means these people used to keep up at night praying and doing good deeds. MashaAllah. Rabi'ah al-Adawiyyah used to pray all night. Rabi'ah is a woman. It is said she was born in the year 100 and she died at the age of 80. So she was a very worshipful woman. Among her precious statements is, safety is in sincerity. So means safety on the day of judgment is in doing the acts of obedience and sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala. And some people say that she was called Rabi'ah, which means the fourth, because she was the fourth child for her parents. So Rabi'ah al-Adawiyyah used to pray all night. When the dawn broke, she slept lightly, then woke up scared, saying to herself, "The sleep in the grave is long." So, since she was all night up praying, so she needed some rest. So a person would take a little nap, as you say. But when she did that, she woke up scared. She didn't want to miss doing good deeds, the prayer of dawn, and other things that follow. So she said, "The sleep in the grave is long." Means if you want to sleep, wait till you die, then you sleep as long as Allah will. But while you are alive, you need to take advantage of this life in doing good deeds. So life is short, take care, take advantage of it. So, Al-Mu'allif Fasl Al-Khamis, section 5, the author, Al-Mu'allif Rahimahullah, قال, وَمَنْ تَفَكَّرَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُوجَدْ رأى مدة طويلة. يعني أنت ولدت عام كذا، من هذا العام إلى أن بدأت الدنيا، هذا وقت طويل. فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج منها
رأى مدة طويلة، ولدت ثم مت، عشت عمرك 100 سنة، إن شئت 60، من وقت وفاتك إلى أن تنتهي الدنيا، هذا كذلك وقت طويل. وعلم أن اللبث في القبور طويل، أو علم، ومن تفكر في الدنيا، ضع الفتحة عليها حتى تقرأ، وعلم أن اللبث في القبور طويل، فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه 50,000 سنة، كما ورد في القرآن: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا كذلك هذا اليوم يوم طويل. فإذا تفكر في اللبث في الجنة أو النار علم أنه لا نهاية له، يعني المؤمنون يبقون في الجنة إلى ما لا نهاية، والكفار يبقون يمكثون في النار إلى ما لا نهاية. فإذا كذلك علم أنه لا نهاية له، فإذا ويقول له تفكر في هذا الزمان، في هذا الوقت. Whoever thinks about the world before one existed will find that a long period of time has passed. If one thinks about it after one leaves it, means a person lived and died, so what about the time from his death on? One will find that a long period of time has passed, means will pass. One will know that staying in the grave is long. So if he does all of that, pondering all of that thinking. Then if one thinks about the Day of Judgment, one knows that it is 50,000 years. So on the Day of Judgment, people will go through 50 stages, and each of these stages is 1,000 years long, so totaling to 50,000 years. So this is the length that was mentioned in Surah Al-Ma'arij, verse 4. That says تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذن قال, so he said now, consequently, من knowing all these long times, if one thinks about staying in paradise or hellfire, one knows that it is endless. The believers will stay in paradise endlessly forever, and the non-believers will stay in hellfire forever endlessly. فَإِذَا عَادَ إِلَى النَّظَرِ فِي مِقْدَارِ بَقَائِهِ فِي الدُّنْيَا فَرَضْنَا 60 سَنَةً مَثَلًا فَإِنَّهُ يَمْضِي مِنْهَا 30 سنة في النوم, يعني نصف عمره نائما, ونحو من 15 في الصبا, يعني حتى يبلغ, فإذا حسب الباقي كان أكثره الشهوات والمطاعم والمكاسب. فإذا يقول له كأنك تمضي, أو الإنسان يمضي نصف عمره في النوم, ينام 12 ساعة في اليوم, 30 سنة نوم, 15 سنة حتى يبلغ في الصيبة, يعني غير مكلف, ثم 15 سنة بقيت يصرف أكثرها في الشهوات, والعياذ بالله. فإذا قال فإذا حسب الباقي كان أكثره 15 سنة, يعني كان أكثره الشهوات والمطاعم والمكاسب, فإذا خلص مال الآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة الكثيرة, يعني الآن إذا أراد أن يخلص ما بقي ما فعل للآخرة يجد فيه هذا الأمر, يعني من حيث العموم يجد أنه رأى في كثير من الأعمال وأنه غفل عن كثير من الصالحات. فبماذا تشترى الحياة الأبدية وإنما الثمن هذه الساعات؟ يعني نحن نريد الجنة, هذه الحياة الأبدية في الجنة نريدها, فإذا ما ثمنها؟ أن نطيع الله تعالى, فإذا نطيع الله تعالى في حياتنا. فإذا إذا كنا نصرف نصف عمرنا في النوم ونصف 15 سنة حتى نبلغ,
وما بقي 15 سنة في الشهوات أكثرها، فما نفعله من الصالحات يعني شيء قليل من حياتنا. فإذا فبماذا تشترى الحياة الأبدية؟ Moreover, if one rethinks the length of one's stay in this world, assume it 60 years, one spends 30 years in sleep, half of his lifetime, and about 15 in youth. It means that until he becomes pubescent, so until he becomes accountable, then he has to be to arrive to the age of 15 lunar years. So 30 years in sleep, 15 in until getting to be accountable. Then if one calculates the remaining time, which is 15 for the person who lives 60 years, one finds that it is spent mostly in enjoyments, food, and earning a living. So what's left? If one gets to what is dedicated for the life after death, how much time is he dedicating his life, of his life, for the next life? One finds plenty of insincerity and absent-mindedness. So out of these 15 years that left, then a lot of it is in insincerity and absent-mindedness, means missing good deeds. And then the good deeds that are done in insincerity, and a lot of good deeds are missed. So for what price is the everlasting life exchanged? The price is these hours, means we want to go into paradise forever. So it means we need to obey Allah. We commit obedience, we perform acts of obedience during our lifetime. And out of those 60 years of our lifetime, we have 15 left, most of which is done in insincerity and absent-mindedness. So how do we exchange paradise for these hours? Allah subhanahu wa ta'ala is very, very generous to us. والله عز وجل أعلم وأحكم. And Allah knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إن شاء الله نتابع في الأسبوع القادم.